السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل برزنتيشن يكون حلو في الحركة وكده. طيب خليني أعمل هلغي دول مثلا دلوقتي، وهاخد الشرائح اللي هنا أحطها في الشريحة الأولانية، بحيث إن هو كل مرة يعتبر يعني بيعمل زوم على واحدة فيهم. طيب هنعمل الموضوع ده إزاي؟ هاجي هنا من قائمة insert وأقول له إن أنا عايز أعمل insert زوم للسلايد في سيكشن. لو انا عامل سكشن اقول له سلايد زوم، فبيقول لي ايه الشرايح اللي انت عايز تحطها. فممكن تختار مثلا الشرايح بالشكل دوت واقول له انسيرت، فهو حطهم لي بالشكل دوت. انت بقى ممكن تمسك مثلا شريحه تحطها هنا، ممكن تمسك شريحه تحطها هنا، شريحه تانية تحطها هنا مثلا، وهكذا. ودلوقتي بقى اعمل F5 هيجيب لك بيعمل زوم هو على اول شريحة ويبدأ يشغلها، وبعد كده يعمل زوم على تاني شريحة ويبدأ يشغلها، واللي بعديها واللي بعديها بالشكل ده، تمام. وبعد ما يخلص يروح رايح للشرايح اللي بعدها، تمام. طيب تعالى نيجي هنا ونقول له مثلا الشريحة دي، هتلاقي ان هو جاب لي زوم. زوم فيها اختيارات كتيرة جدا، زي مثلا ايه ريتيرن زوم، عايز ارجع ليه الاول ما تخلص يروح رايح للشريحه الاولانيه خالص. يبقى انا ممكن اخليها في اخر واحده اللي هي رقم 6 واقول له ايه اول ما تخلص الشرايح ارجع للشريحه الاولانيه. ده لو انا عايز. ممكن تتحكم في النقله، عايز نقله ولا مش عايز نقله. طب عايز النقله دي الوقت بتاعها قد ايه. ممكن كمان اتحكم في شكل الايقونه اللي هنا، يعني هو هنا واخد الشريحه وحاططها، لا ممكن اخليه يحط حاجه ثانيه. يعني مثلا ديت فين رقم واحد، رقم اتنين اهيت، تمام. هقول له شينج ايمج واقول له شينج ايمج، الشريحة هتبقى زي ما هي بس هو هيحط صورة مكانها، تمام. يعني خلينا ناخد اي صورة وليكن مثلا رمز المبنى دوت، تمام. فدي اتغيرت بس لما تبدأ الشريحة تشتغل اهيت. شفت النقلة؟ يعني ممكن تحط شكل ايقونات لكن لما يروح ليها يبدأ يعرض الشريحة نفسها. فدي بتدي شوية مؤثرات كويسة.